السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم رفيقتي، تعرضت ممرضة تقنية بمختبر التشريح الطبي بالمركز الاستشفائي ابن رشد في مدينة البيضاء أمس الاثنين إلى اختطاف من طرف مجهولين مسلحين. مصادر نقابية قالت أن الممرضة فوجئت بثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة داخل سيارتها محاولين الاعتداء عليها وخطفها تحت أنظار الجامعة، وتمكنت التقنية المذكورة من الفرار بأعجوبة من السيارة التي ظفر بها اللصوص الثلاثة، وخرجوا من المستشفى تحت أعين حراس الأمن كما وثقت ذلك كاميرا مراقبة. جزاكم الله خيرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.